ورجعتي تيبكي ها؟ قلت لي ورجعتي تيبكي ولا شنو درتي له؟ درت لي والو. درتي لي والو؟ هذه شنو هي؟ لا 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 مي كاني كي شنو هي؟ لومي لوميكانيكيا لوميكانيكيا لوميكانيسيا هذاك الميكانيسيا اللي تيصاوب السيارة هو هذا شتي اش يدير؟ شتي يصيبنا؟ طوموبيلة ها تيصيب السيارة هنا ان موبل اونسيان ان موبل اونسيان أنسية شنية الموبل موبل ورمجة قديم ياك أندية أندية شنية أندية شنية أندية أندية هو هو هندي ياك ولكن من الهنود الحمر كاين دابا في امريكان دوك السكان الاصليين الاولين ديالهم تيديروا هاد اللبس بحال هاد الشكل شتي تيديروا الشعر ديال الفراخ في راسهم هنايا فهمتي عندهم عاده هادو هما السكان الاولين ديال امريكان هنا ميس شنو هذا ان ميزيسيان شنو هي ان ميزيسيان موسيقي ياك اللي تيدير لا ميزيك تيتسمى ميزيسيان هادي فيتي ان بوم شنو هي فيتي ان بوم شنو هي معناتها تسمى واش شفتي شنو ماني تت فيتي ان بوم شنو فيتي ان بوم تنسيت الكلمة شنو هي ذا شنو هي ذا شنو فير فينيغ واش هي دي لافولوار قال فينيغ واش شفتي تفاح لافولوار هي واش بغيتي واش بغيتي تفاحة سير فيرب فولوار راه ماشي فيني غدا هادي سميتي ما ندير اذا اش قال الجواب اش كان شنو هو الجواب الجواب نو ميرسي جو نو فو ريان اذا شنو هو الجواب لا شكرا شكرا انا ما باغيش هاد الفقره الثانيه سي بيان شنو سي بيان تمزيان سيبيا هي مزيانة سوني با بيان اشني معنيتها ما مزيانش هي العكس ديالها ما هيش مزيانة سي مال اشني سي مال مريضة سي مال تنقولو مريضة نقولو خايب فهمتي جمال المهم تستعمل هاد مال بزاف مال هي خايب فهمتي جمال على طيط يعني الراس ديالي ما هوش هو هذاك يعني مريض فهمتي او تنقولوا مالا دغوا يعني شي واحد ماشي دروا مالا دروا يعني عوج فهمتي ماشي مقاد او انه ما تي يرميش مزيان فهمتي او انه عوج في الخدمه ديالو ياك شنو دي روغارد روغارد بيه شنو روغارد بيه شوف مزيان شنو ضحى شيرش شنو شيرش قلب الفيرب شيرش سير فيرب شيرش سير فيرب شيرش تي ني فوا ريان اذا شنو معناتها هذه شنو معناتها واش ما تشوف والو اش من فيرب هذا فوا مزيان هذه دو فيان تي شنو دو فيان تي فين غادي انت شنو هي دو شنو هي او
هو شنو هي او؟ واش غادي او؟ شنو معناتها او بعدا؟ هي اين؟ اين يعني تكون عندها فوق اكس، ولكن لما كانش فوق اكس واش تقرا؟ اش تولي المعنى ديالها؟ او فهمتيني؟ تنقولوا واش باغي هذه ولا هذه، هذيك الساعه ما تنستعملوا هاد او، فهمتي؟ هذه او هي بلا اكس، ولكن بلا اكس فهمتيني ولا لا؟ ولكن الا استعملنا لا او بحال هاد الحاله هنا شنو هي المعنى ديالها؟ اين هي؟ اين اذا شنو هي دو؟ هي من اين؟ ها فيانتي، شنو فيانتي؟ اين انت غادي؟ فيان شنو الفيرب هذا؟ سيرو فيرب فينيغ، هذا لي فيرب فينيغ فهمتي ولا؟ ماشي بحال هذا اللي شتي قبيله فولوار، هذه فيان تتقول شي كلب تتقول له فيان فيان يسي، شنو معناتها؟ يعني اجي سيرفر فينيغ ياك. إذا شنو معنى دو فيانتي؟ هي من أين أتيت أنت ياك؟ هي المعنى ديالها منين جيتي؟ أنت المعنى ديالها منين جيتي؟ ها جو فيان دو لا فيل. شنو هي جو فيان دو لا فيل؟ جيت من المدينة. ها هنا سو ليفر ني با لو تيان. شنو هي سو ليفر ني با لو تيان؟ ليفر هاد كتاب، هاد كتاب ما بغيتوش. نيبا ما هوش، نيبا ما هوش ديال، ماشي هو ديالك، ما هوش ديالك. سو ليفر ني با لو تيان، سي سي لمي لمي. لمي شنو معناتها؟ هو ديالي، هو ديالي، انا ديال الكتاب ديالي. فواسي فواسي اون بوتيت سي هيستوار. فواسي اون بوتيت هيستوار، هي ها هي ها هي واحد واحد القصة صغيرة. قصة صغيرة سميتها لو مون ديون. لو مون ديون شنو هو؟ لو مون ديون البارح شفناها، قال هو الأعمى. لو مون ديون هو داك اللي يطلب ياك ايه الشحات. سي سي دي سي ديمون. سي ديمون شنو سي ديمونش؟ اللي من هذا الحد، راه الحد ياك، انه الاحد. ال اي ميدي، الي ميدي شنو هي الي ميدي؟ منتصف النهار، هو نص النهار مع 12 ياك يتسمى ميدي. ال ال il fait beau. شنو il fait beau؟ هو اللي هو نضيف الساعه. لا il fait beau يعني الجو زوين، تنقولوا il fait beau لو بغيتي ترجميه حرفيا هو داير مزيان فهمتي، ولكن المعنى ديال هذه الجمله بالضبط في الفرنسيه تعني بان الجو مزيان فهمتي. تنقولوا il fait beau يعني الجو راه زوين، ولا قلنا il pleut يعني راه تتصب الشتاء فهمتي. ديما تنستعملوا بهذه الطريقه ايل بلو ايل في بو ايل في شو. شنو ايل في شو؟ يعني الحال سخون فهمتي. ايل في فروا الحال شويه، الحال بارد فهمتي ولا لا؟ هذه المعنى ديالي. ديما تنستعملوا هاد العباره بهذا الشكل ايل في ايل في ايل في فهمتي. ايل في بو ايل في شو ايل في فخوا، اذا المعنى ديالها راه الجو، راه ماشي المعنى ديالها تنقصدو بها شي واحد فهمتي، ولكن عقلي على لا فورم كيفاش مكتوبه. ها اون 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 فراب على بورت. شنو المعنى ديال اون فراب على بورت؟ اون فراب على بورت ديال اش؟ دو لا ميزون. شنو معناتها اون فراب على بورت دو لا ميزون؟ اون فراب هي يعني تنضربو على من الباب، او يضرب او يقرع الباب ديال المنزل. ديال المنزل هذه او ديما تنستعملوها المجهول فهمتي، ولكن هاد فخاب تتصرف بحال تستعملو مورا ايل، بحال تنديرو ايل فخاب فهمتي. هذه هي لا فورم ديال الفيرب كيفاش تجي. اش من الفيرب هذا؟ ديال ايل و ال، ولكن ما راه هنا هذا ماشي ايل تجي، هذه باش نديرو هاد اون المعنى ديال المجهول، غير هذه لو فيرب اللي غيكون موراها راه تتصرف بحال مورا ايل فهمتي ولا لا؟ هذه اون خاص تعقل عليها بان راه المجهول
يعني راه ما تنقصدو بها لا انا ولا انت ولا اي واحد عندي، يعني تنقولوا راه الضرب، ولكن شكون اللي تيضرب؟ الله اعلم. قريعه بحال هي المجهول. المهم شنو هي اسم الفيرب هذا؟ سي الفيرب فخابي. فخابي باش مصرف، باش مصرف باسي كومبوزي بريزون. بريزون فا 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 اوفري اوفرير لا بورت. لا بورت فا اوفرير لا بورت شنو معناتها؟ سلح الباب. اذا مادام الباب يقرا اذا سلح الباب. مينا مينا دي ماما. اذا شكون اللي قال لاخر سلح الباب؟ ماما. ماما اللي قالت لمينا ياك، قالت لها فا اوفرير لا بورت مينا دي ماما ياك. هنا بونجور بونجور ما بوتيت دي اون غروس فوا. هما من الدار تيسمعوا ملي مشات امينه تحل على تحل الباب، شي واحد بالصوت ديالو تسمع اشنو قال ليها؟ بونجور ما بوتيت. فهمتي ولا؟ شنو هي بونجور؟ السلام. السلام. بنيتي ستي. يا ابنتي ياك ما بتيت، يعني الابنية يا صغيرتي. دي دي ان غروس فوا. شنو هي دي ان غروس فوا؟ يعني قال شكون هو اللي يهضر؟ واحد واحد. شنو هو فوا؟ فوا شنو هي؟ فوا فوا هي صوت. غروس هي غلاد، يعني هاد السيد ولا هاد السيدة يعني راه راجل صغير. لا كبير. كبير فهمتي؟ سمعوا صوت غليظ، سمعوا صوت غليظ قال لها بونجور ما بتيت. شكون هو السيد؟ بوفر مونديا. شنو معناتها؟ واحد طلاب فقير فهمتي. ستان بوفر مونديا. شنو بوفر؟ هو فقير. هو مونديون شحات ياك. مينا مينا لو كوني بيان. شنو مينا لو كوني بيان؟ مينا ها مينا مالا مينا لو كوني بيان؟ شنو مينا لو كوني بيان؟ يعني مينا تتعرفو مزيان. سي لو فيرب شنو الفيرب هذا؟ ها؟ كونير. كونيتر. سي لو فيرب كونيتر. شنو معنى كونيتر؟ كونيتر شنو معنى؟ عرف. ها؟ عرف. عرف. بحال بحال سافوا. كونيتر لا سافوار عندها واغ. درا كونيتر. هما كلهم دو تخوازيم جروب. ولكن كله لا فورم ديالو. فهمتي؟ عرف المعنى ديالو. عرف المعنى. شنو كونيتر شنو معناتها بحالاش؟ عرف. عرف سافوار، ولكن تيفتارقوا في شي حوايج فهمتي؟ بحال دابا هذاك السافوار نقدروا نخرجوا منه صافون، صافون هو العالم فهمتي؟ كونيتر ما نقدروش نديروا منه عالم فهمتي؟ كله الحدود ديالها. إيل فيان؟ فيان تولي ديمونش. شنو معناتها؟ إيل فيان تولي ديمونش؟ كيجي دابا الأحد. تيجي كل حد ياك. تولي ديمونش يعني يجي كل حد. إيل إيل إي إيل إيل أفو إيل أفوغل. شنو أفوغل؟ هو عجوز. تيشوفش. الكل يجيب لك حل اللي هضرنا عليه البارح. شتي ها هو السيد قلنا لك أفوغل هي ما تيشوفش يعني أعمى. إيل إيل إلتيا إن كان بلانش. شنو إلتيا إن كان بلانش؟ حس لحصة هادا بيضة. بيضة حس واحد العصية بيضة ياك. هادك اللي باش تيشوفو شي تيقيسو شي حاجة باش ما يدخلوش فيه. هي هاديك تيديرها ديما قدامو باش ما يخرجش في شي حاجة ياك. إل أ إلى أبتي شيان. ها
ها كدير نوار شي معنيته مع واحد مع واحد الكليه بكحل عنده ال ا هي عنده عنده ان بيتي شيان نوار حتى نقول ال ا ان ستيلو يعني عنده ستيلو ال ا ان بيتي شيان نوار مينا مينا لويدي لويدي اش قالت له قالت له شنو قالت له اونتري تري اونتري بوي بوي ال أبل سا مامو سا مامو شنو بوي يعني بوي راه شفناها بوي هي من بعد ثم يعني دخلاته قالت له دخل بوي إل أبل سا مامو ملي دخل عيطات لماما يعني من بعد عيطات ماما هادي قال لك تي ليغا بلي طار لا سويت دو ليستوار شنو معناتها شنو هي تي ليغا بلي طار كتقرا يعني من بعد راك تقرا الكماله ديال هاد القصه فهمتي يعني هذه النص الاول ديالها